مرة مثل العسل ومرة مثل السم. الكلام. الكلام اوقات بيبقى مرة سم ومرة عسل. والله؟ ايه. وقت اللي ربحت. مشيت قلك مشينا. تفضلي. هلا. شو بدنا نعمل أول شيء؟ أول شيء إيه بس أنا ما بقدر قصة بدي حدا بحملك. إيه لا لا ميرسي. لمقص شباب. يلا. لمقص. أوكي. أخير تألق. فاضي مبين. إيه بس خفت أول شيء. يلا. عد لثلاثة على العالم. واحد، اثنين. الهدية نزلت مثل ما شفتي. هديتك هاو التختين الحلوين من فاب وهيدي الفوتاي، يعني فاب شو بدنا نحكي؟ رمز الجودة، ما بعتقد في أريح من هيك فرشة. بعدين عندك الشراشف محطينهم كلهم بدون وقت، الفرشات في مثل مطرح للسبراي، أنتي باكتيريان. هيدا أنتي باكتيريان. إيه، يعني بنفتح هيدا الغطاء وبنحط سبراي. كمان الشراشف كلها معقمة ضد البكتيريا كلهم، وغير تشكيلة المخدات الكوفرلي وهيدي الفوتاي رح فرجيكي بس شو بتعمل بسرعة. هد الميكرو شوي بس. لحظة. اوه شو حلو. لحظة صغيرة بتصير تخت. اوكي نرجع. بدك مساعدة؟ اوكي. هاي الفوتاي بلحظة بتصير تخت وبترجع فوتاي. مثل ما قلت لك نقعد هون بيتر؟ يلا تفضل. أنا كمان؟ اوكي. هديتك ببرنامج وقفت أقول لك هاي الهدية الحلوة من فاب. فنربح. إيه. شو لازم نعمل؟ هلا المشكلة. ليه؟ ما قلنا لك قبل انه كنا عم نركز شوي على الصبايا. ايه اكيد. هلا بدنا نعرف ليه؟ ليه؟ عندنا بوكال في اربع فنانين كبار. ايه. كم فنان؟ حاطين ستة. ايه. ستة. نسحب اسم بدنا نعمل معه انترفيو. ايه. مقابلة بس كيف؟ كيف؟ شو هي الطريقة؟ انتوا عم ترقصوا سلو. وحدة؟ انتوا وياه. انا وياه؟ ايه. للفنان. يعني المقابلة بدها تكون اوريجينال، انتوا عم ترقصوا سلو. اوكي. بياخدك هالفنان. ايه. بتروحوا بتنقوا فستان سهرة لإلك. فينا جوزة. ايه. وهو بده يكون كمان بدلة اكيد الفنان. بعدين اول شيء هلا بدك تسحب الاسم واللي بده يطلع بدك تروحي لعنده، يعني بطريقة بتلفني له. نحن عندنا كل تليفونات الفنانين. شو؟ واضح؟ هلا هلا يعني؟ هلا هلا. ايه. تلفن له. إيه؟ ومنروح لعنده نحن وياكم. هلا اذا ما قبل بتخسري. إيه؟ اذا ما قبل بخسر انا. يعني الاسم اول واحد تطلع. إيه؟ تفتحي هيدا هو. واذا إيه؟ ما قبل ما فينا نرجع نسحب غيره. بخسر يعني. إيه؟ بس انتم بتخسروني. طيب انه هيدا الشرط. هيدا الشرط بس يعني هو. فاذا لازم يكون عندك طريقه تقنعي. أكيد. اكيد. اوكي اوكي. جاهزه؟ جاهزه. وين البوكال؟ هذا البوكال. خلطيهم خلطيهم خلطيهم. مثل ما شفتي في ست وراء ست اسامي فنانين كبار. أوكي. وهو افتحيه برميه للكاميرا. اوه ربيع الخولي. ايوه ربيع الخولي مثل ما شفته. طلعت. شو؟ اوه طيب. يعني هلا بدك تتصلي بالفنان ربيع الخولي. اوكي. وتقولي له. اوكي. بدون ما اقول له انه عن البرنامج او شيء؟ ما بقول له شيء؟ ايه ايه. اوكي يعني ايه ايه. قولي له هلا عزتك بده يروح لعندك. ايه. بتروحي لعنده هونيك بتقولي له فكره انه هي وقفت لك وبدي اربح. أوكي. شو؟ ايه ما عندي مال. يلا هلا رح نعطيك الرقم تتصلي فيه. يلا بتحكي معه. الو بونجور استاذ ربيع. امال بعيني. امال بعيني يمكن ما تعرفني بس مره كنت سهران وكثير انعجبت فيك وصار لي مدة عم فتش على رقم تليفونك للقيته. ليه بحكيك على المكتب؟ هلا مضطرة احكيك وضروري لانه طب شو الخط؟
قال تا احكي على المكتب لانه عنده خط ضروري. ليك اذا ما قلت له وقفت لك ما رح يقبل. طب قلي له خليت انا وقفت لك. انتوا كان لازم تقولوا له قبل ما بلش. لا ما فينا نقول له. وبعد اتصال تاني وتالت ورابع ما كان يجاوب، قررنا نكشف عن حالنا. الو استاذ ربيع؟ انا ربحت بوقف تقول لك اوكي، وكنا عاملين طريقه تنقول لك انه انا معجبه لانه هن مش راضيين انه احكيك اقول لك انه ربحت الا دغري عندك بالبيت، في مانع تستقبلنا؟ الو الو بقى بالصدفه ربحنا مع ال بي سي بوقف تقول لك، وطلع اختيارنا في اربع خمس ورق بالهيدا بالبوكال، بقى طلعت حضرتك وبدك تساعدني. انا ما كنت رح اقول لك لانه قالوا لي ما تقولي بالاول لتوصلي لعنده على البيت، بقى حابب تساعدني لاربح؟ بدك تعملي حديث معه. ايه و طيب اوكي، بدلنا وين البيت اعمل معروف؟ وبتنطرنا؟ ميرسي كلك ذوق. مرحبا. مرحبتين يا فرناندو. شو عامل هون يا فرناندو؟ كيف صحتك؟ شو عم تعملوا قدام بيبي؟ تفضلي فرناندو. ماذا فعلت هنا؟ جوي له يا فرناندو هون. ايه يا فرناندو تفضل. هلا نحن عند استاذ ربيع وانت رح تخبري شو صار. مزبوط انا رح خبرك شو صار. كنا مارقين على الطريق، بقى وقفونا برنامج وقف تقول لك وربحت مثل العاده. مثل العاده، بس قالوا لي معي انه معهم بالبوكال اسامي ست فنانين، وانا وحظي بدي اسحب وحده، الاسم اللي بيطلع لي بدنا نعمل مقابله معه ونحكي معه وبنشوف اذا بيستقبلنا واذا بيساعدني حتى اربح. ما بعرف بيساعدك على شو؟ بيساعدني ما بعرف شو طالبين هن. المقابله رح تكون ايه، اول شيء بده ياخذك على السوق يشتري لك فستان سهره. ما هي مش فهمانه. ما قلت لي ما انا ما فهمتوني. بلا قلت لك ايه. لا ما قلتوا لي فستان سهره. لا بدك الحديث رح يكون طياره. عشان الطياره مش فاهمه. الحديث رح يكون مش ايه؟ عادي يعني ايه؟ مع جو يعني رقص سلو هيك رح تاخذ الحديث منه. ايه انت رح تلبسي سواري يعني تاخذ فستان سهره. عرفت شو القصه؟ بدكم ترقصوا سلو، وانتم عم ترقصوا سلو بدها تعمل الحديث الصحفي معك. اوف بدك تكون لابس انت بتضاينه انت فيها؟ ما بعرف ما بعرف شو هالقصه هيدي يا معلم. بدك تخلي هلا بدك هلا وابيناتك لفيت يعني. لا لا بدك تجيب لها فستان سهره. اوكي ايه من وين بدنا نجيب لها فستان سهرة؟ هلا بنعمل اتصالاتنا. لا لا بدك تروح انت وياها هلا تاخذها. ايه ايه هلا ما بنروح سوا. هيك بدي ايه ايه هيك شو عليها؟ وليك انا بدي انا على الطريق. اه انت بكره على الطريق؟ انت بتعرف شو؟ كم مرة تلفنا لحتى نحضى فيك؟ لك التليفون هيدا اسمك كمان بالعلامة. ايه سحبته. التليفون مش معي كان السلولار، انا كنت بالمكتب. هلا شو بتريدي اعمل؟ يلا هلا هلا ناخذها يعني فستان سهرة أول شيء. طيب يلا. لا يلا. إذا بوافق ما بوافق. إذا بتوافق يعني إذا عندك مانع أوكي. لا ما عندي مانع. لا عندي مانع. أنا قلبي سي وأنتو وأنت بأمركم. ثانك يو. بس إن شاء الله إن شاء الله أشوف أقرب محل لهون. شو بعرف؟ أنت شو قياسك؟ يعني المدام ربحت بوقف تقول لك. إيه. وطلعت القرعة إنه أنا جيب لها فستان، نقوا لها أحلى فستان وشو حقه بأمرك؟
مفروض كان الانترفيو يكون عندك بالبيت. نحن بس عرفنا انه في ورش بدك ما تاخذينا البيت، هلا عم بعمل له ديكور جديد، يعني حبيت انه هون مكتب متواضع، يعني مش من قيمتكم بس ما بعرف انه ماشي الحال نظبطها. اوكي يمشي الحال. هلا لعليك يلا خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. بدنا نبلش بالحديث، يلا نتعرف على بعضنا. اوكي اوكي يلا يلا. بس بدي اقول لك شغله، معلش انا طويل شوي عن الزوم، عرفتي كيف؟ اوكي يعني مش بدك تطولي بالك. بدك تطولي بالك علي. اوكي اوكي موسيقى. ربيع الخاول بنعرفه من زمان. اوكي شو برجك اول شيء؟ هذا كثير بهمني. برج الحمل. الحمل؟ شو؟ ما بعرف اذا اسم على مسمى، ان شاء الله. وشو هلا في عندك مشاريع جديده؟ هلا عندي غنية جديده ونزلت على السوق هلا، ما بعرف اذا غير اغاني يا ليل. والله من احلى اغانيك. حافظه الاغاني، هي جديده هلا اللي نازله. شو رايك فيها؟ بتجنن. من بس الاغاني كثير مطلوبه وكثير الناس بتحبها. يعني بس بدي اقول لك شغله، هلا ما حدا عم يسمعنا. ايه بشرفك. أيه؟ انت متفقه معه شيء ولا كيف؟ شو هالحديث هيدا؟ انا بتفق، انا مثل ما جيبوني على الطريق سحبتك طلعت انت، كيف بدي اتفق؟ بس هيك يعني. أيه؟ ما في شيء يعني ابدا. اوكي ولو يعني بعدني انا مش مصدق، عرفتي كيف؟ وانا مش مصدقه كمان. اوكي هلا بدك تعرفي جديد مستقبل. ايه مستقبلا جديد الجايه، يعني اللي جاي. انا كل شهرين هلا ني رح اعمل غنية ونزلها فيديو كليب. نحن هيدا اللي بدنا اياه، ما بدنا اياك ابدا تبعد عن الصيحه. وين بدي ابعد انا؟ هون لا فيك. اوكي والله مهضوم يا عمي. شو هي الحزوره اللي حزرتيها؟ الحزوره هي في شيء اوقات حلو كثير بيكون واوقات بيكون سم. شو هو؟ اوف اوقات حلو كثير واوقات بيكون سم، اوقات عسل اوقات سم. اوقات عسل مره مثل العسل مره مثل السم. ايه عرفته. المره. خسران. مش المره. ايه انتوا بتكونوا شوي عسل شوي مر، مش يعني ورجال كمان شوي عسل شوي مر. نحن بامركم يا اختي. شو ما انت ما رح تربح، رح تربحني بس انا رح اقول لك اياها. لا لا اربح. شو هي؟ هي الكلام، الكلمه اللي بتطلع من التم. اوقات مره عسل بتبقى حلوه كثير ومره قاسيه. اوقات قاسيه بتجرح. مزبوط بقى هيك. اول مره بصير معك انترفيو يمكن بهالشكل هيدا؟ هيك انا عم برقص. ايه هي اول مره. اول مره وانا اول مره بصير بحياتي بهيك ربح. يعني انت منيحه لإلك بس ما بعرف اذا منيحه لإلي، بتعرفي ليه؟ لانه انا اول مره. شو عرفك اذا منيحه لإلي؟ هلا بدك تربحي انت، مش خسرانه. ان شاء الله. بس اول مره انا صراحه يعني هيك برقص وحدا بيعمل معي انترفيو. نعمل هيدا هيك رادو اللي بدك اياه. اسالي سؤالات. يعني انا جاهز. في حدا بحياتك بالوقت الحاضر؟ بالوقت الحاضر لا. لا منك ناوي على الجازي؟ بعد ما نوينا. انا اذا في حدا بحياتي دغري بتجوزها، احسن ما حدا يجي يسرقها مني. دغري بتتجوزها على السريع؟ بغار لا. وكارثه اذا اخذتها بتغار اكثر. مش مهم، المهم انه اخذ اللي بحبه. في مشاريع خارجية مثلا، تسافر لبرا تعمل شيء سفرات؟ هلا بعدني واصل انا، يعني واصل؟ انا امبارح وصلت من تونس وليبيا. أوه. يعني لو امبارح صارت معك الشغلة ما كنت لقطيني. ما كنت ربحت على اساس انت طلعت. واذا قالوا لي اذا مش موجود بتخسري. والله شانسي كثير منيح. والله وانا شانسي كثير منيح كمان، لانه بالنسبة لإلي انا وجودي ربحك. ايه يعني ميرسي كثير. انا جاهز. فنان ربيع الخاولي باسم فريق وقف تقلك متشكرك يعني بفضلك ربحت. يعني ان شاء الله اكون انا عم بغطي على وجهي. انا بتشكرك كمان لانه ربحتني وبتشكر الال بي سي. والله بامركم. والله ميرسي كثير. تكرم عينكم. الله يوفقك، نتمنى لك كل نجاح. نخلي لي اياك يا رب. اوكي يعني شكرني. ميرسي. شو يلا المهم نظهر. اوكي مدام هيدي لتاني مرة بتصير معنا،
انه الدنيا عتمت، المفروض نوصل لك اغراضك على البيت ومبروك. أوكي. يعني ميرسي. وبدكم توصلوا لي تجيب سيارتي؟ ها سيارتك بعدها هون بعدها فرشتي كمان بنروح نجيب لك السياره. اوكي يا بس بدي اقول لك شغله، الال بي سي ما بترضى انه هذا المبلغ حق الفستان. هي بس على سبيل انه بس نكفي الحلقه كنا انه حضرتك تشتري الفستان، بس هذا ما فينا المبلغ هذا حق الفستان. لا معلش لا انا ما بصير انا ال بي سي ما بترضى ما. لا لا انا بقول لك بقول لك شغله معلش. لا ما في ما. لا لا معلش روح شو قلت لي ما رح نقبل ما. طيب هلا كل شيء بيطلع من جايبتي ما بيرجع على جايبتك. ما بيرجع بفوت. لا هيدي انا جايبتك مليانه هلا تنشيل خير الله تنشيل بطل يفوت. تعرف ليه ما رح اقبل؟ لانه خلي هذا معك شوي احمله. لا احمله شوي انت خليه يحمل. طب احمله شوي انا اذا حملته ما رح تحمله بقى. لا مش احمله.